لو الحكاية فيها إن فيديو. أنا اسمي أدريا زكي، تعبانة بقالي 7 سنين راقدة في السرير، مش لاقيالي لا طريق دواء ولا طريق دواء، واجيب الدكاترة استلف الفلوس من ايدي الناس واجيب الدكاترة عشان اروق، ما اروقش اخر ما زهقت. الراجل زهق مني، قال لي انا اجيب لك منان واعمل لك منان. المهم كل ما اجيب دكتور ما اروقش، اخد يديني علاج 4 اشهر، اخد ال4 اشهر واكتب لي حاجات مستوردة واجيبها المستوردة، يروح يجيبوا لي العلاج ما يجيبوش المستورد، يقول لهم ده هو كله هو، اقول لهم ده هاتوا لي المستورد، هاتوا لي اللي بيقول عليه الدكتور بيقول عليه هاتوا، عشان ما يبقاش لما يبقاش له حج. يجيبوا لي اخد الحقنه ب25 جنيه كل اسبوع مده 14، كل اسبوع اخد حقنه ب25 جنيه، ويا ريت جابت نتيجه. وعلاج بقى علبه العلاج ب 200 جنيه وب 150 جنيه ويا ريت بعمل حاجه، مفيش، ما اتحسنتش على اي علاج. طب الدكاتره مشخصين حالتك ايه يا حبيبي؟ الدكتور بيكشف عليا وبص لي كده يقول لي ما تضحكش عليك انت تفضلي كده. اخر مره بقى لما جبت الدكتور العظام مرتين قال لي بقى ما تضحكش عليكي انت تفضلي كده. كنت بسلمت امر لله. طب ايه الرساله اللي حضرتك حابه توجهيها؟ نعم، ايه الرساله اللي ايه الحاجه اللي نفسك فيها؟ ان انا امشي، عايزه امشي واقوم من السرير، بعمل حمام على نفسي، بعمل كبكة على نفسي، بنتي بتعمل لي بتبيع على بتعمل لي حمام وقرفاهي، ومش قادر برضو الله يكون في عونها، برضو وجوزي برضو بيساعدني، برضو بيبقى يعمل لي برضو حاجات، برضو ما يكون يعيشني، وسايبة بيتها وعيالها وقاعدة بيه تخدم فيه. واعمل 7 سنين كتير بتاع الفرشة كلتني، الفرشة كلتني. يا ابني انت بقالك 7 سنين ما اتحركتيش؟ قاعدة والله 7 سنين قاعدة على السرير. قبل ال7 سنين كانت حياتك عادية؟ ما كانش عندك اي مشاكل؟ كنت حلو، كان عندي بس القلب والضغط بس. كنت بتمشي وبتتحرك؟ كنت بمشي وحلوة، وكنت بروح واجي، وكنت زي القرد، وكنت بخدم ولادي، وكنت حلو، وهو بخرج وباجي، وكنت حلو، وكنت تخينه برضه، كنت تخينه، ما كنتش رفيعه، انا كنت رفيعه وانا كنت صغيره عروسه يعني كده زي البنت الحلوه ده، كنت رفيعه زي كده. اتنفخت بقى مره واحده، خدت حبوب منع الحمل بين 13 سنه هي اللي نفختني، ولا عارفه بعمل حمام على نفسي، وبعمل ما بشربش ميه، نفسي اشرب ميه، بخاف اشرب ميه. بعمل حمام على نفسي، شربت ما شربت للغلابه. تعبانه يا ريس، نفسي اقوم يا ريس، اقوم اخرج واقوم امارس حياتي واصلي لربنا، بصلي وانا مش نظيف، مش عارفه اتحكم في نفسي، مش عارفه اتحكم، تعبانه قوي يا ريس، ربنا يخليك. عايزه امشي يا ريس، عايزه اخش دوره الميه، ده اللي طالبه من ربنا، عايزه اخش دوره الميه وامشي بس كده، اخش دوره الميه. مش طمعانه في حاجه، مش طمعانه ان انا لا لسه هروح اجيب حاجه ولا محتاجه، طمعانه بس ان انا امشي في البيت اخش الحمام بس.